التوريد الجديد بعد 4 كانت 5 و ايوه بعد 4 و لو جاع بالليل، لو قعدنا فترات متأخرة في التصوير وعايز ياكل أي حاجة يبعت يجيب لفريق العمل كله، الصغير قبل الكبير، كان بيحتضننا ويحتوينا وكان بيقدم لنا الملاحظات دايما، تحس انه اخوك الكبير، فمهما اتكلمت عنه هو كان انسان من الدرجة الأولى وفنان من الدرجة الأولى. خالد صالح حالة لن تتكرر وربنا يرحمه.
لا مش